الإسلام في نزوى، هذه المدينة العريقة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة. واسم نزوى يا أحبائي مشتق من النزوة بمعنى الوثبة أو العلو، وقد سميت بذلك نظرا لوجودها في سفح جبل من سلسلة جبال الحجر. في الواقع يا أبنائي يصعب تحديد التاريخ الدقيق الذي بنيت فيه هذه المدينة العريقة، ولكن يقال إن أول من بناها هو عرمان بن عمرو الأزدي، كما كان للسومريين وجود أيضا في هذه المنطقة، ويظهر ذلك جليا من خلال استخدام الثروات كالنحاس. لقد سكن في نزوى يا أحبائي العرب القدامى، ومنهم عمان بن قحطان بن هود عليه السلام، ثم جاء من بعده أخوه يعرب، كما كان لمالك بن فهم الأزدي وجود أيضا في هذه المنطقة، حيث وحد العرب في شرق الجزيرة العربية وطرد الفرس منها. لقد ازدهرت نزوى وانتعشت حتى كثر فيها العلماء والمتعلمون، ومن ثم سميت ببيضة الإسلام، وقد كانت على الدوام محط أنظار العمانيين من كل حدب وصوب، يتطلعون إليها للعلم والعمل والتجارة وغيرها من الحوائج. وفي المجمل فإن نزوى أشهر من نار على علم، وهي غنية عن التعريف نظرا لما قدمته من تراث وتاريخ وثقافة وفكر، فمن ثم استحقت الوصف الذي وصفها به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه حين سماها مدينة العلم والتراث والتاريخ. لماذا سميت بيضة الإسلام يا معلم؟ تطلق البيضة على المنطقة التي يكثر فيها العلماء، وقد كانت نزوى عاصمة لعمان في العصور الإسلامية الأولى، وعرفت بنشاطها الفكري وبالأجيال المتعاقبة يا أبنائي من العلماء والفقهاء والمؤرخين العمانيين، فمن ثم استحقت الاسم الذي سميت به بيضة الإسلام، وقد كان ذلك في عهد الإمام غسان بن عبد الله الخروصي. أرض الغبيرة ودعاة الصالحين، أرضها